أولا هذه المحاكمة ليست محاكمة لشخص أو شخصين، بل هي محاكمة لنظام ككل، كيف كان يسير هذا النظام. لأن عندما تشوفي في المتهمين وزيرين، يعني تشوفي رؤساء حكومات اثنين، يعني وزيرين أولين اثنين، وتشوفي مجموعة من الوزراء، خاصة وزراء ما يسمى بقطاع الصناعة، وتشوفي مسؤولين سامين، وتشوفي أكبر رجال المال، فهي ليست محاكمة اعتباطية وليست محاكمة بسيطة، بل هي محاكمة لمنظومة حكم مع الأسف الشديد دامت لأكثر من 20 سنة. وما ذكر في هذه المحاكمة في ملف واحد هو شيء صغير جدا من الجرائم الكبرى التي عرفت الجزائر في 20 سنة الأخيرة، إن لم أقل في 30 أو 40 سنة الأخيرة. لذلك فأعتقد بأن الأرقام أكيد كانت صادمة، يعني بكل صراحة لا يوجد ولا جزائري كان يتوقع هذه الارقام، يعني باش بدون نفاق، يعني باش ما نكذبوش على الشعب وما نكذبوش على بعض مع بعض، كنا نعرف بان كان فيه فساد، لكن ليس بهذا الحجم وليس بهذه الدرجه يعني منظومه حكم فاسده بكل المعايير. عندما الان تسمعي ارقام في بعض الاحيان نجد نحن الاساتذه صعوبه في قراءتها وفي كتابتها، وما بالك بهذا المواطن البسيط، لان ملف واحد فقط نتكلم على آلاف الملايير، وبالتالي فأعتقد بأن هذا المبلغ يمكن هو ميزانية 48 ولاية مجموعة. لذلك فأعتقد بأن رمزية المحاكمة مهمة جدا، لأنها لأول مرة تحدث منذ استقلال الجزائر إلى يومنا الحالي أن نحاكم، أنا أعتبرها محاكمة لمنظومة حكم ولنظام وليس لمجموعة من الأشخاص، هذا واحد. ثانيا تتضح الصورة بأن كل ما بني من قبل هو مبني على فساد، وبالتالي إذا جملنا كل الملفات التي ستفتح سواء أصحابها موجودين الآن في السجون أو التي سوف تفتح من طرف الرئيس الذي أكيد أعطت لنا يعني نظرة يعني كيفية تسيير الملفات الكبرى. أكيد الآن يعني هذا ملف واحد، ومن ذلك الملفات الأخرى، يعني لو يتم إعادة فتح ملفات كثيرة، سوناطراك واحد، سوناطراك اثنين، الطريق السيار، قضية خليفة بنك، قضية الامتياز الفلاحي وغير ذلك، تعطيك صورة واضحة بأن كل الملفات بدون استثناء كانت ملفات يتم إدارتها بأسلوب العرش، بأسلوب الدوار، بأسلوب تحقيق المنافع. عندما تجدي رؤساء حكومات في حساباتهم وتم إخفاءها، وأنا قلتها بالأمس ونقولها اليوم، هذا الإخفاء ليس تقصير من السلطات الأمنية، لا أعتقد ذلك، يعني ليس أن السلطات الأمنية لم تكن تدرك بأن هذه الشخصيات لها كل هذه الحسابات، بل من كان يقود ومن كان يترأس هذه الأجهزة الأمنية هو اللي كانوا متسطرين. يعني نشوفوا اللي كان يرأس جهاز الأمن العسكري الآن موجود في السجن، اللي كان يرأس جهاز الأمن الشرطة الآن موجود في السجن، اللي كان يرأس جهاز الأمن الدركي الآن هربان في فرنسا. بالتالي فالإشكال المطروح أن كل الملفات يعني على المستوى الأعلى نفس الشيء ينطبق على الملفات على المستوى الولائي والمستوى البلدي. لذلك أنا قلت وما زلت نقول بأن تقريبا 80% من العصابة التي أساءت استعمال المال العام ما زالت موجودة الخارج، وبالتالي من أكبر التحديات التي ستكون على رئيس الجديد هو معاقبتها، محاسبتها، لأن قضية يعني حتى أستاذ كمانوزيك فيما يخص يعني التصريح بهذه الأرقام الكبيرة والملايير، يعني هل من آلية لاسترجاع هذه الأموال متواجدة محليا؟ شوفي الأخت الكريمة، الآن رانا في مرحلة حصر، لابد أن نحصرها كلها، يعني الأموال، يعني أولا لابد تمرير كل هؤلاء العصبة الفاسدة سواء كان المستوى الوطني أو المستوى المحلي، تمريرها على العدالة. لازم يكون أولا مرحلة ثانية وحصرها، يعني ما هو موجود الآن في الجزائر يعني ما مش مشكل، يعني نقدر نحصره، يعني لابد المساءلة للجميع بدون استثناء، من أين لك هذا؟ عندما يتم حصر هذه الممتلكات ويتم اتخاذ القرار الحقيقي فمن طرف العدالة فيتم حجزها، الأمر سهل. الإشكال المطروح أن هذه العصابة ليست غبية إلى هذه الدرجة، لأن الجزء الكبير من الأموال التي نهبت إما تم استعمالها
وتبذيرها في مختلف مناحي الحياة، لأن نشوفوا نمط البذخ اللي كانوا يعيشوا فيها أولى المسؤولين أولادهم، يدل بأن على الأقل 50-60% من هذه الأموال المنهوبة راحت خطروها فسدوها، ما بقي من عقارات وبقي من منقولات وبقي من أموال موجودة في الحساب، هذا الشيء مقدور عليه، لكن الإشكال المطروح أن جزء كبير من هذه الأموال تم تحويلها إلى الخارج. وباش نكونوا واقعيين، أنا ماني في حملة انتخابية وما نكذب على حتى واحد، ما نقولش مستحيل، لكن صعب تقريبا 1 مليار% استرجاع ما تم إخراجه من الجزائر للخارج. لماذا؟ لأن هؤلاء العصبة، هذه الشرذمة، هذه الزمرة الفاسدة، أولا كلها عندهم تقريبا جلهم، لا أقول كلهم، جلهم عندهم جنسية ثانية، وبالتالي سيتحججون بالجنسية الثانية لعدم إرجاع هذه الأموال، والدليل أن خليفة بنك كل الفساد اللي تم في هذه العملية لم نسترجع ولا دينار، هو الآن استرجعناه موجود في السجن، ننفق عليه أموال لأكله وشربه والرعاية الصحية والأمنية، لكن بالمقابل لم نسترجع ولا سنتيم ولا دينار ولا دولار. لذلك فأعتقد بأن الآن الإشكال المطروح ارجاع هذه المبالغ الموجوده في الخارج من صعوبه بكبير، يعني باش ما تنفقوش وما نكذبوش على الشعب، وما الشعب ما يقولناش فيما بعد وعدتونا وما جبتوا والو، 99% لن نسترجع ولا دينار اللي نهب وذهب الى الخارج. اما ما هو موجود هنا في الجزائر فهذا الشيء مقدور عليه، لابد حصره وحجزه. نحن ما يهمنا في هذه المحاكمه ليس قضيه الاسترجاع، لان الاسترجاع صعب جدا الا اذا وجدناهم في حسابات او هذه الشركات، هذا الشيء مقدور. احنا ما يهمنا ان هذه المحاكمه التاريخيه ستؤسس لجزائر جديده، ستؤسس لتسيير المال العام بطريقه جديده، لان هؤلاء العصبه كانوا يعتقدون بان هذه الدوله دولتهم وبلاد بلادهم، ولن ياتي يوم من الايام يتم محاسبتهم، وبالتالي لو كانوا يعتقدون لحظه واحده بان سياتي هذا اليوم ويمر امام العداله، ما وجدت هؤلاء المتهمين امامك الا وهربوا الى الخارج، ما وجدت ولا دينار هنا في الجزائر الا وهربوا. نعم طبعا 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 اكيد. اعتقد بان رمزيه هذه المحاسبه لابد على المواطن الجزائري ياخذها بالاعتبار، لان لاول مره احنا هرمنا كما يقول، ولم نرى والي ولم نرى مسؤول صغير امام العداله، والا في الحسابات في قضيه وادي وهران، اما باقي فكانت الاشياء المسؤول لا يحاسب. لذلك فاعتقد بان رمزيه هذه العمليه كما حنا نقولوا بالدارجه تفرط الدراهم اللي راحوا، اللي قدرنا نرجعوهم نرجعوهم، واللي ما قدرناش تفرط. نعم اكيد، يعني فيها حديث كثير. شكرا لك سيد كمال رزيق على كل هذه التفاصيل.